تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليه الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. حيا لازالت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتدهور يوما بعد يوم، خاصة في ظل مواصلة الجانب الإسرائيلي الإجراءات التعسفية التي تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى منفذ كرم أبو سالم. فاليوم لم يتم دخول أي مساعدات إنسانية، سواء كانت مواد غذائية أو إمدادات طبية أو حتى شاحنات الوقود. ولازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل هذه الإجراءات لتضييق الخناق على الأشقاء داخل قطاع غزة، ويظل الرقم الذي دخل منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى اليوم هو قليل للغاية ولا يلبى الاحتياجات هناك. نتحدث عن دخول 96 شاحنة منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى اليوم، بالإضافة إلى 10 شاحنات وقود، وهذا أقل من خمس ما يحتاجه أهالي قطاع غزة. ولكن سأترككم في هذه الصورة مع الحجم المجهودات المصرية الكبيرة التي تتضح جليا من حجم هذه الشاحنات. نحن نتحدث عن نقطة صغيرة في ساحة كبيرة في مدينة العريش تحمل آلاف الشاحنات التي تجهزها مصر من المواد الغذائية أو الإنسانية أو حتى بعض المستلزمات الطبية. وحدث ولا حرج عن أكثر من هذه الشاحنات في الساحة الخارجية لمعبر رفح البري، وهذا يعني يتضح جليا الفارق بين من الذي يقوم بدعم الأشقاء داخل قطاع غزة إنسانيا ويجهز المزيد من المساعدات، وعلى أتم استعداد في دخول أكثر من 500 شاحنة في اليوم من خلال منفذ رفح البري، ومن الذي يضيق الخناق ويمنع دخول المساعدات إلى الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني. فبالتأكيد الجانب الإسرائيلي هو الذي يتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة. فمصر لم ولن تتوقف عن تجهيز كل هذه المساعدات. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.